رفقا بمن في البيت تخلينا نروح وانت مأجور تخلينا نروح وانت مأجور يا ذباح هلا ارواح الرهينة في داك وبيداك تخلينا نروح وانت مأجور تخلينا نروح وانت مأجور وإذا خايف عديم ذاتي آذي إلى ابن زياد خذنا وهو يكفي في يوم الحشر جدنا الجازي وعظم جائزة فيه وعظم جائزة في الجنة أن يعطيك وأعظم جائزة في الجنة يعطيك نشدك وعندك شمايل من بلال وريحة وعدنا لجدنا شفاعة في القيامة وقرة العين شفاعة في القيامة وقرة العين يا نور العين يا ولادي هضيمة عبيد أنا لجن نفسي كريمة وتكسر خاطري دمع اليتيمة وخاسر من رسول الله خصيمة وخاسر من رسول الله خصيمة فر العبيد ودموع تتهامى من العين وولاد مسلم خايفة تقل على وين قال لهم ادري هذه ساعة ويحكم البين عندي طلب منكم توصلونا إلى حسين عندي طلب منكم توصلونا إلى حسين يا ولادي لا بس
حكم على الراس واني شبيدي تظلمكم الناس. يا ليتي حاضر عمكم العباس وبسيفه يدفع عنكم هلا رجع وبسيفه يدفع عنكم هلا شد الرجيس جفنهم بحبال ملفوف جرهم لجانب الشاطئ لا رحمة ولا خوف وإحنا الكبير على صغير وقلبه ملهوف ينادي الظالم شيل عذر لو جدنا يشوف ينادي الظالم شيل عذر لو جدنا يشوف الدمع لو هل يا رجسيسة يا حكم فينا بالموت ننزل لو هذا حكمك اذبحني أول وعين الله تنظر وش بينا تفعل وعين الله تنظر وش بينا مكتوب دمي ويجري ابن امي ينذبح يمي وينقطع نحره لو ردت قتله تذبحني مثله اذبحني قابله ما اقدر انظره مكتوب دمي يجري ابن امي ينذبح يمي وينقطع نحره لو ردت قتله تذبحني مثله اذبحني قابله ما اقدر انظره ما اقدر انظره من قطع نحر الطفل الأكبر وشاله هو الأصغر فوق خيط هو الأصغر فوق خيا ودمع ساله والرجس عاجل الضربة من دناله والدم والدهل بن زياد من عنده رسالة والدهل بن زياد من عنده رسالة صلى على محمد وآل محمد